متابعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على منصات بنكير وجولة جديدة في أسواق المال والطاقة والشركات حول العالم وكل ما هو جديد اليوم الخميس 24 أغسطس 2023. والبداية مع العناوين. مؤشرات وول ستريت ترتفع بدعم من صعود أسهم قطاع التكنولوجيا. الليرة التركية تحلق بعد رفع الفائدة لأعلى مستوى في عقدين. وزير الخارجية السعودية: المملكة شريك تجاري رائد للبريكس. المطاحنة الثالثة السعودية تعين بنك اتش اس بي سي لإدارة طرحها العام. الرئيس الصيني: توسيع بريكس يضيف زخما جديدا للتعاون بالمجموعة. صندوق النقد يوافق على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتين. بانكير، نبض البنوك. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التداولات مدفوعة بالصعود القوي في أسهم شركات قطاع التكنولوجيا وتصنيع الرقائق، واستهل المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك تعاملات الخميس على ارتفاع بعد أن أدت توقعات قوية إلى دعم الثقة للمستثمرين في طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما رفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وأسهم الشركات السريعة النمو. قفز سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بأكثر من 7% بعد قرار المركزية التركية برفع معدلات الفائدة بأكثر من التوقعات، مما أعطى مؤشرا قويا على أن المركزية التركية بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخم ودعم العملة المحلية المأزومة. وفي ختام اجتماعه اليوم، أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 750 نقطة أساسي إلى 25% على عمليات إعادة شراء الريبو لأجل أسبوع في أكبر زيادة منذ عام 2018، ومسجلا أعلى مستوى الفائدة منذ عام 2004. قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الخميس أن المملكة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول البريكس، وأضاف أمام قمة بريكس أن المملكة تتطلع إلى تطوير هذا التعاون لخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود. قامت شركة المطاحنة الثالثة السعودية بتعيين بنك HSBC لإدارة طرحها العام الأولي المقرر خلال العام المقبل، وذلك وفقا لتصريحات عن مصادر لرويترز. وباعت المؤسسة العامة للحبوب في عام 2020 الشركة إلى الغرير للاستثمار ومجموعة الراجحية القابضة ومسافي مقابل 750 مليون ريال سعودية. قال الرئيس الصيني اليوم الخميس أن توسيع بريكس سيضخ ضخما جديدا لآلية التعاون في المجموعة، وأضاف خلال قمة لزعماء دول المجموعة بجنوب أفريقيا أن توسيع بريكس يعكس عزمه على الوحدة والتعاون. وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار للأرجنتين، ويتوافق المبلغ مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج المساعدات المخصص للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، واللتين تم تصديق عليهما في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين الحكومة الأرجنتينية والمؤسسة الدولية. وبذلك يرتفع المبلغ الذي حصلت عليه الأرجنتين حتى الآن إلى 36.3 مليار دولار منذ بدأ برنامج المساعدات في مارس 2022. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.